من 10 سنين تقريبا انشلوا عيوني وما عادت اقشع، وهيدا الشيء كان بسبب البوتوكس. شايفين هود التجاعيد تحت عيوني؟ كل النساء تقريبا عندهم اياها، بس انا عندي اياهم من انا وصغيره، فقررت شيلهم. اللي صار هلا رح اصدمكم، اسمعوا مزبوط. اللي صار رحت عند الدكتور، شو عملت؟ حطت 3 ابر بوتوكس تحت كل عين، 3 ابر. هالشي خلى عيني تنشل. ما تركت حكيم ما سألته، كله كان يقول لي نفس الشيء، بدي 3 اشهر انطر ليروح البوتوكس. صرت سوق بهيدي الطريقه، صرت اطبخ اكثر لانه بطلع على تحت، صرت ارسم اكثر، صرت اعمل رياضه اكثر على اساس انه البوتوكس بيروح بالسبور. كانت صدمه لانه فتت باكتئاب ديبرشن، وكنت تقريبا اقضي كل وقتي عم ببكي. بس تخيلوا معي لو هيدا الشيء او البوتوكس مفعوله ما بيروح، شو كان صار معي؟ هلا انا حابه اعرف انتو صار معكم اي خطا بشي بروسيجر تجميلي عملتوه؟ خلونا نكون صريحين مع بعض ونستفيد من تجربتنا.